حديقة الحيوان بطرابلس يقوم مصور هاوي باستدراج شخص على أساس أنه يستعد لافتتاح معرض للصور، فيطلب منها تصويره، ولكن اللي ما يعرفاش أن فريق العدسة الخفية حط وراها علامة ممنوع التصوير. وتعالوا مع بعض نشوفوا شن صار. السلام عليكم، كيف الحال؟ النبي معلش، عندي معرض صور بحضر فيه له في الحديقة وكذا، بيعرض في شهر رمضان. النبي معلش نبي ناخذ لك صورة هيك بينك انت هيك مرتبك شكله، نحن خلاص في الشمس معلش تشبحها في شهر رمضان ان شاء الله. مشجعنا معلش نقول قالها المصور خالد باهي، بس قول له صورني خالد. خليك ما طلع منك كيف نصر براوي ولا اخو سالم ممثل هيك محمود إيه كيف كيف والله كان شنسنك من وين انت؟ ناصر محمود. انت من وين؟ صورة قريب تطلع. شنو يا شاب؟ انا عندي الاخ هو قال لي هذا شنو؟ قال لي صورني. نعم قلت لك صورني. راجع هنا اقعد. الكاميرا نتاعها، الكاميرا نتاعها. والله ما نتاعها يا راجل. دقيقة والله ما صورت. دقيقة 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 نتاعها هو الكاميرا. لا مش نتاعها، انا جاني واقف معه قدام الناس. اقعد هنا. كاميرا سامني. نتاعها هو جاني فايدة. هذه صورت مني. صورتي؟ باه كيف كاميرا نتاعها هو؟ هو قال لي صورني محضر فيه نبي شهر رمضان نبي شن شهر رمضان وشن فيه كاميرا بتاع مني؟ تاع هو قال في حد يخلي الكاميرا بتاعها. هذه صورة مني. هذه صورتك انت باه في حد يصورك انت بالبلاد باه معناها كاميرا بتاعك. قال لي انا الكاميرا بتاعك ولا لا؟ والله ما بتاعي بالله. لا اله الا الله، هذا بالله هو الراجل قال بتاعك انت. والله اللي بتاعه هو بس اشبح شي مكتوبه هنا غير. اسمعني ممنوع التصوير. تعرف تقرا؟ اسمعني جاني ماشي باي قال لي اخوي نبي نصور. قلت له ايش؟ قال لي شهر رمضان. شهر رمضان صوروا له شهر رمضان هو. قال لي والله لزته. لا حول اقسم بالله لزته. شنو صغير انا ما فهمت. عارفك لكن هيك لزته يا غالي. صورت انت هنا ولا؟ انا ندور فيك ليه مداره. والله ما صورت. انت كل يوم تجي تصور. والله ما صار. لكن حصلت عليك. والله ما صار. عيب عليك يا رجل، تقرا فيها كل محطوطه في كل مكان. تعال هنا. اليوم حطينا عدساتنا داخل حلاق وقعدنا الراجل في اول زبون يخش باش يلقى المفاجاه اللي تراجي فيه. ترى تعال نشوف ما بعد شن صار. السلام فهد، تفضلوا تفضلوا استريح. شنو الحلاق وجهك شعرك شنو؟ اوكي هذا سؤال. اوكي بالغسلة قبل ما اشي. كده مرات طيح الشعر وطيح. جامس كرسي. تكاي. ان شاء الله طويل يا خويا.